حقيقة يعني كان نفسي أبدأ الحوار معاك بشكل منطقي مترتب في تسلسل، لكن أنا حابة أبدأ بفكرة القرارات الصارمة دايما في حياتنا. ساعات بنبقى ماشيين في طريق فنلاقي إن إحنا ربنا موفقنا فيه وفتح علينا وشايفين إن هو لطيف جدا معانا، زي المرحلة اللي أنت اشتغلت فيها في شركة إيرباص، شركة كبيرة جدا في صناعة الطائرات. فجأة بكامل إرادتك رحت خدت القرار وقلت لا أنا هسيبها بعد 5 سنين وهنتقل لشركة تانية، شركة تانية أخرى عالمية. القرار المصيري ده إزاي خدته، وبناء على إيه من حسابات كتيرة وتراكمات في الخبرة أنت عايز تكونها كمان في أيامك اللي جاية؟ سؤال حلو. أنا شايف إن الحياة مجموعة خبرات متتالية، تبدأ من أول أنت اتعلمت إيه في البيت، اتعلمت إيه في المدرسة، انتهى انت عاوز توصل لفين. كل ما هتقعد في بعض الشركات هتكتسب خبرات معينة، لكن التنقل بين شركة والتانية او في مجال مختلف عن التاني بتشوف خبرات مختلفة، تتعامل مع ناس تانية، بتشوف تكنولوجيا مختلفة، بتقدر تطبق اللي اتعلمته في الشركة اللي قبلها في الشركة الجديدة، ودي كان اكبر موتيفيتنج ليا، يعني دافع ليك. دافع ليه؟ قرار كان صعب ان انا خلاص انت قاعد في شركة وشركة كبيرة، ودي كانت بصراحة إيرباص انا كنت بحلم من وانا في اول ما دخلت الجامعة، يعني اي حد بيدرس هندسة طيران ده طموحه، يعني انك تروح تشتغل هناك، لكنك تسيب هناك وتروح لشركة تانية ده كان برضو طموح تاني انا بنيته وانت شغال في الشركة الاولانية. فانتقال من إيرباص لروز رويس كان في مخاطرة طبعا، انك بتسيب بيتك وتسيب المدينة اللي انت عايش فيها وتروح على حاجة جديدة، ناس جديدة، مسؤوليات مختلفة، تحديات اكبر، صناعة مختلفة شوية، بلوم في صناعة الطيران ولكن صناعة محركات الطيارات ادق بشكل اكبر، فكنت حابب اخد التجربة دي. طيب الحقيقة برضو يعني انت مجموعك كان في الثانوية العامة 71% ومع ذلك اخترت هندسة الطيران، ازاي اخترت المجال والمجموع ما حسكش باحباط يعني او حاجه؟ دايما احنا عندنا معايير كليشيه كده في المجتمع المصري ان انت اول ما تعدي 90 فانت في الامان، مش الامان قوي يعني، بس بعد ما تعدي 95 فانت كده تمام. الحقيقه انت ضربت يعني دايما الكليشيه في مقتل زي ما بنقول كده، ازاي قدرت ان انت ما تحبطش في نص الطريق، وخاصة ان دي مرحلة مهمة جدا في الحياة؟ يعني احنا دايما عندنا في المجتمع المصري الثانوية العامة دي هي اللي بتحدد انت هتكمل ناجح ولا فاشل، وده طبعا وجهة نظر مش سليمة 100%. ازاي قدرت بقى تواجه اللحظة دي وتختار تخصص يعتبر صعب مش سهل؟ بس الموضوع سهل، هي الفكرة انك مخطط لإيه في حياتك. انت كنت مخطط ساعتها؟ مخطط لها طبعا من قبل الثانوية العامة. كنت انا كنت مخطط وعارف بالظبط انا ايه، يعني ايه المجموع اللي انا محتاجه، بس اهم حاجه المواد التخصصيه. لان بره هو انت عاوز تدرس هندسه، هو ما بيهتمش بمواد مثلا الدراسات الاجتماعيه او اللغه او المواد اللي هي التقليديه. دي مواد الغرض منها يعلمك حاجات مختلفه، ولكن مش حاجات تخصصيه نوعيه. فأنا كنت مركز في المواد المهمة، الرياضيات والفيزياء، وهم دول كان الاهتمام كله. تاني حاجة أسلوب التعليم برا هو أهم حاجة، أن أنت مش جايب كام، هل أنت عندك الكفاءة أو الخبرة أو الطموح أنك تدرس الحاجة دي، فبيديك فرصة. يعني أنا شايف أن أنا كنت برضو محظوظ أن أنا اما قدمت في الجامعات بره، و يعني انا فعلا محظوظ ان جالي اوفرز من اكتر من جامعه، يعني جالي كان انا كنت بختار بين 4 جامعات. انت خدت الثانويه العامه من مصر بالظبط، وبعد كده قدمت في منح بره بالظبط. انا اهلي عايشين في هولندا، ف كنت عارف ان انا في حاجات لازم اذاكرها قبل ما اروح الجامعه. يعني رحت درست اكتر لغه، درست اكتر المواد اللي يعني اللي انا عارف ان انا هدرسها في الجامعه، ابتديت اقرا بشكل اكبر، يعني كنت باهل نفسي. وما قدمت في الجامعه ورحت، يعني كان اتعمل لي انترفيو، لان انت بالنسبه لهم انت يعني ماشي، انت جاي تدرس عشان يعني تدرس تاخد شهاده، ولا انت حابب الدراسه دي؟ وانا بصراحه كنت
فتره البكالوريوس بتاعتي في انجلترا انا كنت بمنحه يعني ما دفعتش مصاريف، فانا كنت محظوظ اكبر. بس هي بقى التخطيط، انا يعني انا كنت فوكس قوي يعني مركز جدا على اللي انا عاوز اعمله. سافرت ورحت قابلتهم في الجامعه، يعني ما كانش فيه الانترنت زي دلوقتي متطور من 20 سنه. كنت ممكن تبعت ايميل بس كان الافضل لسه تروح بنفسك يعني. فانا رحت خدت الشنطه ورحت لهم كل الجامعات هناك جامعه، خدت مواعيد، كلمتهم وشرحت لهم انا ليه بحب الهندسه الطيران، لان دي حاجه انا كنت بحبها من وانا صغير، من اول ما كانت عندك العاب يعني طيران وتفككها يعني انا اقول لك حاجه، انا كان نفسي اعمل طياره ورق وما كنتش بعرف اعملها. في يعني انت طبعا اعمل اي حاجه بتطير، فيعني كان هدفي دايما عندك شغف ده جدا باي كل حاجه بتطير. لان هي وسيله مواصلات في الاخر مختلفه، ومن غيرها الدنيا هتبقى يعني صعبه يعني بين الدول. يعني النهارده عاوز تروح المانيا من غير طياره